أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للوالدين أن يأخذوا النفقة من الأولاد الذين لا يصلون؟ إذا كان الوالدان محتاجين ولا ليس لهما نفقة، والمكسب هذا حلال ما هو بربا ولا مكسب حرام، لا بأس بذلك لأنهما بحاجة إليه. نعم، والولد ينفق على الوالد ولو كان مختلفين في الدين، ولو كان مختلفين في الدين ما يسقط حق الوالد والإحسان إليه. نعم.